هذا ويأتي قرار رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي العهد في البلدين الشقيقين، ليشكل لبنة في صرح تعزيز العلاقات التكاملية وفق الدور الرائد والإنجازات المتواصلة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه ولي العهد السعودي. خطوة تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية الوطيدة المتنامية وتعزيزاً للتكامل الثنائي في مستوى التنسيق والتعاون المشترك بفضل حرص القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين. فتمخذ عنه في 6 أكتوبر عام 2020 قرار خادم الحرمين الشريفين برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين الشقيقين. وتأتي هذه الخطوة في ظل الدور الرائد والإنجازات المتواصلة للبرامج والمبادرات الخلاقة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أسهمت في تعزيز تقدم البلدين على كافة المستويات. ومما لا شك فيه بأن رئاسة وليي عهد البلدين لمجلس التنسيق ستنعكس على مسار العلاقات القائمة وتعزيز التعاون الثنائي لما لدى صاحبي السمو من رؤية عصرية طموحة تواكب الحاضرة وتخطط بحكمة بالغة للمستقبل المشرق للأجيال القادمة من خلال تحقيق المزيد من فرص النجاح والنماء والازدهار الذي سينعكس إيجاباً على تثبيت الأمن والاستقرار في البلدين ومواجهة التهديدات والتحديات. وبالنظرة الطموحة التي تواكب الحاضر وترنو إلى المستقبل المشرق، سيقود صاحبا السمو الملكي وليا عهد البلدين الشقيقين مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيقدم للعالم بأسره نموذجا للنماء والازدهار والرخاء والدفع بالجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.